في هذه الوقفة التضامنية مع قواتنا الأمنية، مع الحشد الشعبي، مع أبناء العشار، أولئك الأبطال الذين يقفون الآن في وسط تكريت وهم يحررون الأرض شبرا شبرا مترا مترا من أجل أن يعيدوا البهاء إلى أبنائنا وأخواننا وأهلنا في محافظة صلاح الدين من الدواعش من الإرهابيين. فبوركتم أيها الرجال الأبطال يا من تقاتلون أعتى منظمات إرهابية، أبناء الحشد الشعبي البطل، أبناء العشار، ومعكم قواتنا المسلحة الباسلة وقواتنا الأمنية. فمرحى لكم ومرحى لعوائلكم التي أنجبتكم حتى تدافعوا عن العراق في أيام وساعات المحن. وها هي المحنة إن شاء الله قد انجلت بسواعدكم بتضحياتكم بشهدائكم. ولا بد أن نحيي زملاؤنا الأعزاء الذين وقفوا يغطون بالصورة والصوت الانتصارات العراقية المجيدة في مدينة تكريت وفي الرمادي والموصل وكل المدن العراقية. وأقول لهم بوركتم أيها الصحفيون العراقيون، وأوصيكم بأن تقتسموا لقمة العيش مع أبناء تكريت الذين ينظرون إليكم اليوم نظرة إجلال وإكبار. اليوم التحم الجسم العراقي، اليوم التحم النسيج الاجتماعي العراقي، ابن البصرة وابن كربلاء والنجف والعمارة وواسط والناصرية والحلة والسماوة والرمادي والموصل وتكريت. العراق وواحد. فتحية للأبطال الميامين، تحية لقادة الجيش، تحية لقادة الحشد الشعبي الذي يقاتلون في أرض المعركة وهم يعطون شهيدا تلو شهيد من أجل أن يبقى العراق حرا كريما معززا منتصرا. فبوركتم أيها الأبطال أبناء الحشد وقواتنا الأمنية وأبناء العشار، وأنتم تقاتلون نحييكم باسم الصحفيين العراقيين، بل باسم كل العراقيين الذين ينظرون إليكم اليوم بكل فخر وفخار واحترام. إن هذه الوقفة التي دعت لها النقابة هذا اليوم لا يتصور البعض منا أنها وقفة عابرة، فبها معاني كبيرة وكثيرة ينتظر هؤلاء الأبطال الذين يقاتلون نيابة عن العالم. فهذه الوقفة إلى الذين فاجأوا العالم بانتصاراتهم، إلى القوات الأمنية، إلى قوات الحشد الشعبي البطلة، إلى أبناء العشائر، إلى قوات البيشمركة التي تقاتل أيضا. هؤلاء قد فاجأوا العالم بانتصاراتهم. الكل يتذكر أن قوات التحالف الوطني والولايات المتحدة الأمريكية قالت أن حرب داعش تحتاج إلى سنين عديدة، لكن توحيد الصفوف وتضافر الجهود والاستقرار السياسي الموجود والحرب الإعلامية التي انتصرنا فيها مؤخرا بعد أن كانت كثير من الأقلام قد عطلت، وكثير من القنوات التي كانت تأخذ موقف الحياد عندما تحركت، فبالتالي تضافرت كل هذه الجهود لتحقق هذه الانتصارات. هناك صيحات لازلنا للأسف نسمعها على قوات الحشد الشعبي البطلة، وأنا أقول لكم وهذا ما شاهدته بأم عيني عندما نزور جبهات القتال، خاطئ وواهم من يتصور أن قوات الحشد الشعبي هي حالة طائفية أو مناطقية. هذه الوقفة التضامنية مع القوات الأمنية، مع أبناء الحشد الوطني، مع أبناء العشائر، هي وقفة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم وجاهدوا من أجل طرد الإرهاب. وفي الفعل ابن الأنبار هو نفسه ابن البصرة، وابن تكريت هو نفسه ابن العمارة وكربلاء. الصحفي العراقي أثبت أنه دائما وطني ودائما في المقدمة. نتضامن مع القوات المسلحة ونتبرع بالدم ونضحي بحياتنا من أجل العراق. فتحية للصحفيين العراقيين على هذا الموقف الوطني الكبير، وتحية لأبناء الحشد الوطني الأبطال، أبطال أبناء الحشد الوطني، تحية للقوات الأمنية، تحية لأبناء العشائر. ونقول لكم
أننا معكم وسنبقى إلى جانبكم ونضحي من أجلكم لأنكم ضحيتم من أجلنا. يعني هذه الوقفة هي حقيقة أقل ما يقدمها العراقيين وخاصة نقابة الصحفيين إلى القوات الأمنية والحشد الشعبي الذين فاجئوا العالم بهذه الانتصارات الكبيرة والكثيرة. والمعروف أن الحرب دائما تحتاج إلى رفع معنويات، وبالتالي من يتصور أن هذه الوقفة هي حقيقة صحيح شيء بسيط لكن بها معاني كثيرة وكبيرة، وسوف تدخل في نفوس قواتنا وتزيد من عزيمتهم إن شاء الله. وقفة رائعة من نقابة الصحافيين ووقفة متميزة، مؤازرة العراقيين الذين يدافعون عن العراق من أبناء العشائر ومن القوات المسلحة بكافة أنواعها والأمنية، وأيضا قوات الجيش الشعبي الحشد الشعبي. ولكن يعني هنالك بعض التوصيات إلى أخواننا أن لا يفسدوا هذه الانتصارات الرائعة لربما بتصرف بعض الشخصيات تصرفات غير مسؤولة. هذا الذي نتمناه، انتصارات مفرحة متحققة، نتمنى أن ترجع جميع العوائل المهجرة إلى والناجحة إلى أماكنها وأن تستعيد حياتها بشكل طبيعي، وإن شاء الله من انتصار إلى انتصار إلى أن يتحقق الانتصار الكامل بتحرير العراق. تأتي هذه الوقفة في نقابة الصحفيين العراقيين، الأسرة الصحفية العراقية جاءوا اليوم ليتضامنوا مع قواتنا الباسلة واللي هي تحقق الانتصارات والانتصارات من القوات المسلحة، الحشد الشعبي، الأبطال، القوات الأمنية. اليوم والأيام التي سبقت كانت هناك انتصارات كبيرة لقواتنا الباسلة في تحرير الكثير من الأراضي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تحرر كافة الأراضي وترفع راية العراق خفاقة فوق الأراضي التي حاولت عصابات داعش الإرهابية من تدنيسها. اليوم الأسرة الصحفية العراقية جاءت لتتضامن وتقول للقوات المسلحة والحشد الشعبي نحن الظهير لهذه القوات ونحن نساندكم في انتصاراتكم التي تحققوها انها انتصارات العراق. اليوم هذه الوقفة دلت على شيء انه ما تدل على الوطنية العالية التي تمتاز بها الصحفي والاعلام العراقي. وقفة الاسرة الصحفية هذا اليوم مع ابطال قواتنا الامنية ومجاهدي الحشد الشعبي هي وقفة مع الحق، وقفة مع المرجعية، وقفة مع العراق، وقفة مع الانسانية، وقفة مع انتصارات قواتنا الباسلة على قوة الظلام والتكفير. لنتبرع بدمائنا وهو جزء بسيط نقدمه لأولاد بلدنا وأبناء شعبنا وبلدنا الغالي العزيز علينا. اليوم نعتبره هو العرس العراقي بهذا التضامن الجميل لدعم القوات الأمنية ودعم الحشد الشعبي ودعم الجيش العراقي. سمعت أخبار جميلة من خلال وصولي للنقابة أنه ستزف البشرة خلال هذه الساعات بتحرير منطقة القرمة بأيدي عراقية خالصة. نهنئ الشعب، يمكن الفرحة اللي اليوم اللي عمت واللي الأيام اللي شفنا الانتصارات تطهير هذه المناطق وهي ثأر للفكر وثأر لكل ما هدم من حضارات في أرض الموصل. اليوم فرحنا بسماع أخبار أن شباب الموصل حملة على الجدران الكتابة بأيديهم ليسقط داعش، ليسقط الإرهاب، ليسقط كل من حاول هدم حضارة العراق. اليوم أقامت نقابة الصحفيين العراقيين وقفة تضامنية كبيرة مع الحشد الشعبي، مع قوات الباسلة اللي تخوض انتصارات كبيرة في تكريت. اليوم ارتأت نقابة الصحفيين أن تكون وقفة تضامنية مع القوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر. اليوم هاي كانت الوقفة الإعلامية بكل المحافظات كل الأفرع. احنا كرابطة الأمنيين والصحفيين الشباب كانوا داعمين لهذه الوقفة. بعد ذلك كان هناك حملة تبرع بالدم. اكيد اليوم كل الشباب، اليوم المؤسسات، اليوم اجمل ما موجود في هذا الشعب العراقي هو دم واحد. اليوم الدعم للقوات الامنيه، اليوم الجامعات نراها، المؤسسات الاعلاميه، نقابات، اليوم كلها داعمه. بنتمنىكم يوم احنا جم واحد شعب واحد. نحن كصحفيين جئنا تضامنا مع اخواننا في الحشد الشعبي لوقفتهم البطوليه والشجاعه التي ما ابذلوه من معارك كانت معارك حاسمه
وإن شاء الله النصر بعون الله. وقفة مشرفة ووقفة كل الإعلاميين والصحفيين ونقابة الصحفيين العراقيين، وقفة تضامنية مع الجيش العراقي الباسل مع الحشد الشعبي بتحريرهم الأراضي العراقية اللي تحت أيدي الدواعش، اللي هي مؤامرة كاملة، يعني أنه ضد العراق، بتدمير حضارة العراق، بتدمير ثقافة العراق. وإن شاء الله إحنا نكون المنصورين والجيش المنتصر مع الحشد الشعبي. من وطن قصور الخلافة والليالي الألف، من أرض البطولات والملاعب، الحياة نوافذ، نافذة الأمل، نافذة العطاء، نافذة الإبداع.